FM. الكلمة ليك. المشروع يتكلم على الديمقراطية التشاركية، يعني باش تاخذ قرار شارك المواطنين، يعني على الأقل النخب والمجتمع المدني واسمعهم وخذ برأيهم في القيام بالمبادرات. شيء تعمل في البيروات وجابوه المجلس النواب للمصادقة عليه، وضيعنا 7 سنين وتجي 7 سنين أخرى ضايعة والبلد التونسية ما عادش تتحمل. الكلمة ليك.